لما ساعتي اتجوزني اتجوزني علشان يريح قلبه من خلقتك الاكرم وايه اله يجيلك ويحط عليك يعني بنت اللي انت بنتها عاجبك كده يا اختي ادي احنا بقينا موسخة فوق العيال من عمايلك السودة ده يتشيلك ما تخليكي يا قرشانة يا حلمبوح شاهد ومطلع يا رب الهي ربنا يباركني فيك يا اي اي طلع يا ساعتي خلاص بقى يا ولية انا كانت دماغي مش عايز يا سعطية ومفترية عليا ايوه استغلي بيله وكلي بقى له حلاوة وهو مسكول ومش عارف يمينه من شماله لو زعلتك تاني حط صباعك في عينيها ضربتني برجلها يا سعطية نزلت اللي في بطني كانت الحيطة نزلت مية ولا شجرة الدوم طرحت موز انت مالك ومال الحبل والولاد يا شايبة يا عيبة يا قرشانة انا لو بقول يا خلفة كان زمان عيالي بقوا رجالة وكانوا وقفوا لاشكالك يا خطفت الرجالة انا يا حبيبتي ما ضربتوش على ايد سعطية اللي حفي ورايا سحرتيله شبشبتيله بس يا ولادي وقع احسن هما مرجالك من شعرك اصلا انا المزاج اللي في دماغي يا ناس يا ناس حرام عليكم هو الواحد ما يعرفش يتنيل في المخروب ده انت يا اختي يا مردونة انت يا اختي يا مردونة تعالي يا اختي حطي ولادك دول بدل ما انت ضغطه ومخليه
بنتي وهي وانت يا مكسوف الرقبه. بس سميت حسين يا خرابي الواد هيضربنا. هو مكسوف الرقبه ده هنقص الفساد كله. ايه يا حاجه وانتوا النهارده اتخانقوا كده؟ الله ايه الحكايه؟ منين وفين ولا ايه؟ ما تمدش ايدك الله نعطيلك انت رقم ولا ايه؟ ايه الشغل اللي بتعملها دي؟ ايه الحكايه؟ ايه؟ زعلتها تاني يا ابن اللعيبه؟ ليل وولعه وهيئه قعدت سهران طول الليل هتيجي باتنين جنيه الشاي وينسون وبن وحلب حصى. طب خد من ولا والجمهور اللي حرام ده سناونا. اتفضلي. تفتكر هيجيب نتيجه؟ الله 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 عيب يا سناونا وعيب. ده انا بقول لك كرفت دماغي اكتر من 4 ليمونه.